بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في مسيرة حل قطع نحوية من دليل التقويم. اتفقنا أن احنا هنحل مع بعض القطع التي لم يرد لها إجابة في الدليل، وكنا حلينا الفقرة الأولى، وإن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هنحل الفقرة الثالثة لأن الفقرة الثانية مجاب عنها. الفقرة الثانية بعنوان ابتسم للحياة. كثيرا من الناس يجهلون قيمة الابتسامة، إنها تسعد النفس وتبدد ما بها من متاعب وتبعث فيها إشراقة أمل، تبعث فيها حيوية أقوى ونشاطا أخصب. وقد يستسلم بعض الناس للاكتئاب ويقعون تحت ظلامه وألمه وهواجسه، زي طلاب ثانوية عامة كده ما بيستسلموا لبعض حالات الاكتئاب اللي بتجيلهم ويمشوا وراء الأوهام والهواجس. استفيدوا من القطعة الأول قبل النحو يعني، فيسبب لهم أمراضا لم تكن والعياذ بالله، ويلتوي عن مجالات العمل إلى الكسل والركود. فعلا الاكتئاب يجيب اكتئاب، يجيب كسل، يجيب ركود وتوقف عن العمل. لقد أردنا التجربة أن الباسمين المستبشرين أحسن الناس صحة. الباسمين المستبشرين أحسن الناس صحة وأقدرهم على العمل. يعني هنا نجمع ما بين الابتسام وما بين العمل، ما بين التفاؤل وما بين العمل، وأقربهم صحة إلى النجاح، وأقربهم إلى النجاح. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يرزق النظر السليم، فيخفف ضغط الحياة على نفسه ويهون أعباءه. أهو الحل يا جماعة عشان الناس المكتئبة والناس الحزينة والناس اللي بتقول ما عادش في وقت والناس اللي بتقول أنا مش قادر وأنا مش لاحق، خفف الضغط عنك شوية بالتفاؤل وتوكل على الله. ويعود نفسه النظر إلى الجانب المضيء، ويفتح عينيه على وردها ويتغاضى عن أشوكها. طبعا الناس اللي متعودة بالتشاؤم هيرد عليه يقول لي هو في أصلا ورد؟ ده كله شوك. طبعا يبقى ده ما فيش أمل، ما فيش فائدة على رأي سعد زغلول. بقول نص بكلمة صحة، علل نص بكلمة صحة ليه أحسن الناس صحة. دي تمييز طبعا زي ما احنا عارفين، لأن احنا عارفين أن النكرة المنصوبة بعد أفعل بتعرب تمييز، أكبر سنا، أطول قامة، أحسن صحة. وبرضو من علامات التمييز اللي تؤكد لك أنك تقدر تحط من حيث، يعني أحسن من حيث الصحة. إذن صحة هنا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. كلمة نفسه، حي وردت كلمة نفسه مرتين، مرة هنا لما قال على نفسه ومرة قال يعود نفسه. هنا بقى عايز أكيد المنصوبة اللي هي التانية دي، يبقى يعود نفسه مش يعود نفسه، لا ما تتقراش كده خالص، يعود نفسه. ودي بقى بتعلمك القراءة الصحيحة من خلال المعنى، فنفسه هنا تعرف مش توكيد معنوي، لا برضه يبقى لازم تقراها صح، ولازم تعرف انها مش توكيد معنوي. ليه مش توكيد معنوي؟ علشان هنا مفعول به، علشان هي دلت على الذات، دلت على الشخص ولم تدل على التوكيد. لما اقول قام الاستاذ نفسه، يبقى هنا توكيد معنوي. ومن شروط التوكيد المعنوي اللي هي الكلمات نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا، من شروط هذه الكلمات كي تعرب توكيد معنوي لابد أن تتصل بضمير ويجوز حذفها. إذن كلمة نفسه هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. جر متاعب بالفتحة كلمة من متاعبة أقول له لأنها ممنوع من الصرف. وطبعا أنبه أن في بعض السنوات العامة ألغي الممنوع من الصرف وفي بعضها مقرر، فعشان كده أنا قلت أن عربتها حتى لو ملغي عليك السنة دي، السنة الجاية يستفيدوا منه إن شاء الله رب العالمين. استخرج من القطعة اسم تفضيل وهات مؤنثه في جملة من تعبيرك. طبعا اسم التفضيل اللي هو على وزن أفعل، وطالما عايز مؤنثه يبقى هو أفعل، لأن مؤنثها فعلة، فلو كان عايزها فعلة ما كانش قال هات مؤنثه. فهلاقي كلمة أخصب صح كده، ومؤنثها خصبا، خاء صاد باء ألف لينة اللي هي الياء، يعني خصبا، لأن دايما مؤنث أفعل فعلة سواء الناتج طلع يناسب النغمة الموسيقية اللي عندك ولا لا. أيوة، ما نعتمدش على النغمة الموسيقية، ما يجيش واحد يقول لي إيه خصبة ديت، لا ده أكيد غلط، لا هي مؤنث أفعل دائما هو فعلة. وأيضا عندك إن أردت أحسن، حسنى برضو ده اسم تفضيل ده مؤنثه، أقرب، قربى، أكبر،
كبرى. ففي كذا اسم تفضيل جه في ورد في الفقرة، فأرجو أنك كنت انتبهت ليه. وكل كل مؤنثه فعلى، اسمي فاعل، وبين علامة إعراب كل منهما. طبعا اسم الفاعل بيعرب حسب موقف الجملة، عادي جدا. فتعال كده ندور على اسم الفاعل. لما قال مثلا الباسمين، صح، أن الباسمين ده اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المستبشرين دي نعت، الباسمين المستبشرين، الباسمين اللي صفاتهم مستبشرين، يبقى دي نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. فعلا مبنيا للمجهول، وحدد نائب الفاعل. طبعا فعل مبني المجهول له شكلان في اللغة العربية، فعل ويفعل. تعال بقى نقرأ كده، يجهلون، تسعد النفس، تبدد. تنفع تبدد؟ لا، عشان دي مضموم الأول، لكن ده مضارع، كان المفروض يبقى مفتوح ما قبل الآخر. يعني لو قلت تبدد ماشي، لكن هي ما تتقرش، ما تمشيش هنا كده. تبدد ما بها من متاعب؟ لا طبعا، إنها تسعد النفس وتبدد، يبقى هنا ده مش مبني المجهول. طب تبعث؟ لا، ده مش مضموم الأول حتى. تبعث فيها حيوية؟ يستسلم؟ برضو لا. يقعون، يسبب، يلتوي عن مجالات العمل إلى الكسل والركود. أردنا التجربة؟ لسه ما تيأسش. أكبر، يرزق النظر السليم. بص أنا لقيتها، مش هاجي بقى احس ان انا القطعه هتخلص اقوم ما اكملش السطرين الاخرانيين واقوم بادئ من الاول تاني. في ناس بتعمل كده يا جماعه، لازم تقرا القطعه لاخر كلمه لو سمحت. ساعات والله العظيم بيبقى المطلوب هو اخر كلمه في القطعه، فنقرا القطعه للاخر وبتركيز. طيب هنا، يرزق النظر السليم، طبعا لازم اقراها كده، مش هعرف اقراها غير يرزق. ما ينفعش تقول الانس، بقول ايه، اكبر النعم على الانسان ان يرزق. سبحان الله، الانسان لا يرزق، الانسان يرزق. يبقى هنا بتعتمد على فهم الطالب المعنى. وطبعا مين اللي هيرزق هنا؟ ان يرزق النظر السليم. ان يرزق الانسان النظر السليم، اهي دي بقى حته كده، حته امتحانات. انا عارف ان معظم الطلاب هتطلع كلمه النظر ان هي نائب فاعل. لا يا جماعه، المعنى ما بيقولش كده. هو يرزق يا استاذ بتنصب مفعولين. ايوه، رزق الله الانسان النظر السليم، لان رزق من الافعال اللي بتدي معنى اعطى. ما هي اعطى واكسب ورزق، هذه الافعال تنصب مفعولين يا جماعه. لما علماءنا قالوا لنا ان اعطى بتنصب مفعولين، ما في معنى اعطى ويصلح لنصب المفعولين ايضا ينصب مفعولين زي اكسب. وكنا عملناه في قطع كتاب الامتحان اللي هي سلسلة المئة فقرة من كتاب الامتحان، وركزت قوي على حكاية الأفعال التي تنصب إيه مفعولين، وكنت قلت لك 30 فعل ياريت تبقى تراجعهم من هذه الفقرات. المهم يا شباب، إن فعل مبني المجهول هو يرزق، والنائب الفاعل بتاعه مستتر تقديره هو يعود على الإنسان، والنظر دي هتبقى مفعول به لو سمحت. خلي بالك، ضمير في محل رفع وآخر في محل جر. ان هي لما تتصل بالاسم تبقى في محل جر وانت مغمض. اي ضمير يتصل بالاسم في محل جر، يعني انا لما اقول هنا مثلا ما بها، اهو ده مش اتصل باسم، ده بتصل بحرف جر عادي. الهاء في بها في محل جر بعد حرف الايه، بعد حرف الجر. لكن كلمه نفسه مثلا ما هي فيها هاء اهي، برضه في محل جر مضاف اليه. كلمه عينيه برضه فيها هاء في محل جر ايه، مضاف اليه. وردها، اشواكها، كل ده في محل جر مضاف اليه. طب ايه اللي في محل رفع؟ بصوا، اللي في محل رفع قد يكون ضمير منفصل هو أنا هي هم، وقد يكون ضمير متصل اللي هي واو الجماعة، ألف الاثنين، نون النسوة، ياء المخاطبة إلى آخره. برضو كنا رجعناها في سلسلة الفقرات المئة من كتاب الامتحان، وهو لقينا الواو في يجهلون. هذا الضمير ضمير مبني في محل رفع فاعل، فكلمة يجهلون هي فيها الضمير اللي في محل رفع. إن مفتوحة الهمزة وأخرى مكسورة. بصوا عشان الحكاية دي ما تسبب لكش صداع، أي إن شوفها في القطعة طلعها مكسورة الهمزة وقول بدأت بها الجملة، وقعت في بداية الجملة. يعني ما أقول إنها تسعد النفس يبقى أقول إن مكسورة الهمزة لأنها وقعت في بداية الجملة. اللي الصداع في كده ان في بعض الكتب بتقول في بداية جملة الصلة، في بداية جملة الحال، في بداية جملة القسم، في بداية الجملة الابتدائية، في بداية الجملة الشرطية. مش شرط يا جماعة تسمي الجملة اللي بدأت بها ان، المهم انها وقعت في بداية الجمل فتكسر دائما.
إنما أن يرزق النظر السليم، دي برضو ما لهاش إلا سبب واحد، تفتح همزة أن إذا دلت على المصدر المؤول، فهي معلومة بسيطة أرجو عدم يعني الاسترسال فيها وعدم حفظك لحاجات كتير، هي تكسر إن دائما في بداية الجمل وتفتح دائما في بعد إيه لما تدل على المصدر المؤول. السؤال اللي بعديه بيقول لي اسم مكان واكتب فعله. طبعا انتبه ان اسم المكان ليه ثلاث اشكال، مفعل ومفعل ومن مضموم مفتوح ما قبل الاخر ويدل على المكان، خلي بالك يدل على المكان. تعال كده اما نشوف، قيمه الابتسامه تبعث اشراقه، نشط اخصب تحت ظلامه، امراضا مجالات. انتبهوا بالله عليكم، كلمه مجالات هنا اسم مكان، مجال العمل، كلمه مجال وكلمه مكان دونها في ملاحظاتكم لو سمحت، دونوها في ملاحظاتكم لو سمحتم، علشان دي على وزن مفعل. ما هي اذا الالف اللي هي منقلبه على واو، منقلبه عن واو اللي هي جوالا، ها دي الف اصليه، يعني الف منقلبه على واو يعني ده حرف اصلي، حتى وان كان منقلب الا انه اصلي. اصلي يعني ايه؟ اقصد هاخد عين الكلمه، يعني جاله على وزن فعله. طب مجال، طب بالله عليك كده حط الجاله ميم وحط الفعله مجال، مجال وكلمه تاتي اسم هو هنا فعله اقول له مجال أو نائبا عن المفعول المطلق مبينا السبب. يعني ايه بقى من مبين السبب؟ يعني تقول هو ليه جه نائب عن المفعول المطلق، صفه ولا كلمه توسطت بين الفعل ومصدره ولا ايه بالظبط؟ اهو بص كده، كثيرا من الناس يجهلون قيمه الابتسام. بص يعني جهلا كثيرا من الناس ان يجهلوا قيمه الابتسام، يعني كلمه كثيرا هنا رغم انها في بدايه الجمله الا انه يجوز ان تكون صفه لمفعول مطلق محذوف. يعني اقول جهلا كثيرا من الناس، يجهلون جهلا كثيرا، يعني فيها تقديم وتاخير. يعني اللي بعديه بيقول لي مصدر مؤول وحوله الى صريح في جملتي ثم اعربه. مصدر مؤول اهو، ان يرزق النظر السليم، من اكبر النعم على الانسان ان يرزق النظر السليم. طب نعمل فيها ايه دي بقى؟ من اكبر النعم على الانسان ها رزقه بالنظر السليم. يبقى جمله هنا رزقه بالنظر السليم يبقى دي مبتدا مؤخر، اصل الكلام ايه؟ رزق الانسان بالنظر السليم من اكبر النعم، يبقى دي مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفع. الى وواو الالف دي الياء دي يلتوي وتحط الواو الجماعه على الفعل الناقص، ان شاء الله يكون في 100 حرف عله، انا مش هشيل الا الاخير بس. يعني كلمه مثلا ايه يرتوي، كلمه يرتوي لما اجي احط لها واو الجماعه هشيل الياء اللي في الاخر بس واقول ايه يرتوون، ايوه 2 واو عادي، انت خلاص شلت اللي عليك ما تشيلش اكتر من كده. يبقى كلمه يلتوي تبقى يلتوون ب2 واو. نون النسوه لا مش هشيل حاجه خالص، انا مش هعمل اي حاجه خالص غير ان انا هحط نون النسوه، يلتوينا، كلمه يلتوينا والجمل المناسبه من عندك. تخير الصواب ثم اجعله مثنى في جملة من تعبيرك. أقوى اسم مقصور ولا منقوص ولا صحيح ولا ممدود؟ طبعا هنا مقصور، انتبهوا عشان هو عارف طبعا ان انت بتنسى، فان انت بتنسى كتير المقصور والمنقوص ما تخلطش بينهم. المقصور اللي بينتهي بألف وسمي مقصورا لأنه قصر أو حبست العلامات عن الظهور فلذلك سمي مقصورا. هات مثناه حط له ألف ونون عادي جدا. أقويان أقول هما الأقويان. السؤال ها بيقول لي كلمة أكبر اجعلها مجرورة بالفتحة، أقول مثلا وأضخم البحار عليها من ألوى الإضافة، طبعا ده كلام غلط، أو أسعى إلى شراء بيت
خليه معرف بقال أقول من أكبر الناس أو من أكبر البحار أو أنت من أو مثلا من الأكبر أو مررت بالأخ الأكبر وهكذا. السؤال اللي بعديه بيقول لي ما الموقع الإعرابي لجملة تبعث فيها حيوية أقوى؟ انتبه بقى عشان الجملة دي مهمة قوي. بيقول لي هي فيها إشراق تبعث فيها إشراقة أمل تبعث فيها حيوية أقوى. يعني جملة تبعث حيوية أقوى دي تبع مين؟ إشراقة. ما هي الإشراقة الأمل دي هي اللي هتبعث يعني. طب إشراقة دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة طبعا، ما هي مضافة لنكرة زيها يبقى نكرة، يبقى جملة نعت. يبقى هنا تبعث فيها إشراقة، إشراقة منصوبة لأنها مفعول به، يبقى جملة تبعث فيها حيوية في محل نصب نعت الكلمة إشراقة. فانتبهوا، كيف تكشف في معجمك عن كلمتي المجال مجالات عفوا مجالات هنبحث عنها في جولة من جالة يجول، وكلمة المضيء في ضوء. المضيء هنبحث عنها في يا شباب الجانب المضيء، ايوه، يبقى هنبحث عنها في ضوء باب الضاد فصل الواو ثم الهمزه. يا رب يملا ايامنا وعقولنا نورا ومعرفه. ابناء الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم لبعض الاشارات وبعض النقاط المهمه في هذه الفقره، والى اللقاء في الفقره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.